السلام عليكم بيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحه؟ توحشتكم بزاف، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على دوك التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحات اللي كيجيونا فنين وكيجيونا زوينين، ما نبخلش عليكم بهم، غادي نشاركهم معكم. العجينه غادي نحتاج هنا نص كيلو ديال الدقيق، 500 غرام ديال الفورص، وغنحتاج ربعه ديال الفينو. الفينو هنا عندي واحد شويه بحال حرش بزاف، جاي بحال السميده. المهم الفينو اللي عندكم نتوما ديروه، انا غير شرحت لكم كيفاش داير الفينو اللي درت انا اليوم، ما بقاش ليا داك الرطب ودرت هاد الحرش هذا. درت اخواتاتي واحد المعلقه ديال السكر سنيده، هي اللي كتعطيه اللون وكتحمره فاش غادي ندخلوه الفران، كيجيو فنين وكيجيو فنين وكيجيو فنين، كيجيو زوينين البنات والله القاسم حتى الولاد. غادي ندير شويه الملحه، وغادي ندير معتمالي تنمشي نقى هذا، غندير واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه من فئه 8 غرام، وغنجي لهنا البنات هاد المعالقات ديال زيت الزيتون، ضروري ديروهم. اذا ما عندكمش زيت الزيتون ديروا زيت الروميه، زيت المائده. وكندير هنا ما كنعجنش بالماء بارد حيت عندي داك الفينو شويه كيف قلت لكم حرش، درت هنا الماء شويه دافي بحال بغيت نعجن العجينه ديال الخبز، واخا ما فيش الخميره في عيدك الخماره ديال الحلوه. غادي نعجنها وندلكها واحد شويه، ومن بعد غادي نديرها في واحد البلاستيكه ولا نغطيها نصف قصريه بداك الفيلم اليمونتير، ونخليها حتى كترتاح ليا مزيان، وندوز باش نوجد الحشوه باش يلاه تبرد ليا باش ما تقطعش ليا العجينه فاش نكون صيفيه وتكون سخونه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا درت الفلافل الالوان، غتكتفي بداك الشيء اللي عندك في الدار، داكشي اللي عندك في الثلاجه هو اللي غديري. درت بصله كبيره وبصله صغيره، ودرت الفلافل الالوان عندي، ودرت شويه ديال الكفته وشويه ديال الصدر ديال الدجاج. المهم اللي عندك متوفر ديري، عندك الدجاج ديري، عندك الكفته ديريها، عندك غير الخضره خيز والقرعه كورجيت وهاد الفلافل، كتجي الحشوه ديالهم غزاله وزوينه يا البنات. غادي ندوز باش جاتني ديك المقله صغيره، راني بدلتها، درت البصله ودرت الكفته ودرت هذاك الصدر ديال الدجاج، وخليت درت معاهم الزيت الزيتون وشويه الملحه، وخليتهم حتى تشحروا مزيان، وزدت عليهم الفلفله الفلافل الالوان ثلاثه. من بعد ما زدت حتى هي درت معاهم حكيت واحد جوج كورجيطات، راني ما صورتهاش ليكم البنات نسيتها، حكيتها مزيان، حكيتها كيف كتشوفوها هي طويله كما كتعرفوا، راه القرعه كتطلق لينا شويه الماء. راني زدت في البوطه وغنخليها تشحر مزيان، التوابل درت غير الكمون والفلفله حمراء، وزدت واحد شويه الملحه، وكيف ما كتشوفوا من بعد ما طارت لي الحشوه هي جات كتشهي كتحمق. غادي نضيف ليها الزعتر، معلقه ديال الزعتر اللي كتعطيها واحد المذاق اللي تيكون زوين. ما ديروش البنات الزعتر وهي كطيب، حتى نحيدوها وعاد نحطوا الزعتر. وغادي تضيفوا ليها واحد نص حامضه اللي كتعطيها واحد المذاق اللي تيكون رائع البنات، وكيكون زوين وكتكون لذيذه وكتجينا بنينه ديك الحشوه. نحاول نحيد هذوك العظيمات، المهم عصرت هاد نص حامضه مزيان، انتما ما صاخياش بغات تقص في المقله هاد نص حامضه. غادي نحيدها ونحيد دوك العظيمات، ومن بعد كنضيف واحد المعلقه ولا جوج المعالق ديال المعدنوس. كيف ما شفتوا البنات انا حتى حيدتهم فوق من فوق البوطه، عاد غادي ضفت هذاك الزعتر وضفت الاخر المعدنوس، وصافي ونخليه على جنب حتى كتبرد ليا هاد الحشوه. شوفوا كيفاش كتجي معلكه،
وهذيك هذيك القريعه اللي حكيت كتبان لينا بحال الفيرميسيل، كتجي تاهي طويله وكتجي معلكه. والعجينه ها انتما البنات راني حيدتها من البلاستيكه وقسمتها كواري كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها حتى كتطلق، ومن بعد ما كتطلق كنطلقها فوق البوطاجير حتى كيبان ليا السطح ديال العامل، حتى كيبان تبان ليا الرخامه راها كتبان ليا، عاد صافي نطويها. كنديرها على شكل رغيفات، فاش كنبغيو نديرو نسمن كنديرو على هذاك الشكل. راه ما تصوروش البنات كيفاش كتجي، شحال كتجي مرقه، كتجي بحال مصايباهم بالورقه يعني بهاد العجينه ديال المسمن. وهذيك الدور ديال داك الخميره اللي درنا هي اللي كتعطي واحد القرمشه وكتجينا زوينه. غادي نستمر حتى كنكمل كل شيء هاد الكميه اللي عندي ونرجع معاكم. ايه يا اخوتي نرجع معاكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راني طلقت دابا واحد المربع من هذوك اللي صايبت، وكندير ليه الحشوه، كنحاول نجمع الجنيبات باش ما تخرجش ليا الحشوه غير في الاول. المهم هالطريقه راها قدامكم يا البنات، وراها شارحه راسها براسها وساهلين، وكيجيونا كيف قلت لكم مقرمشين. انا رجعت معكم الحشوة، تشوفوا راه بردات، انا كنعمر هاد الحشوة. البنات استعملوها في اي مملحات بغيت ديرهم، بغيت ديرهم في الباكيت اللي كيكون مخمر عامر ومخمر، بغيت ديرهم في يعني في ما بغي في اي حشوة، اي مملحات كيجيو كتجي هاد الحشوة رائعة. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما كندخلهم الفران، وكان قبل ما كندخلهم الفران عفوا كندهنهم بالصفر ديال البيض، وكندخلهم الفران وكيتحمروا من الفوق ومن التحت، والبريريد ديال اتاي راه كيعمر مشحر مزيان. المهم انا مقربش نشارك معكم الطبلة ديال الفطور، كنبغي نشارك معكم غير كل نهار كنشارك معكم واحد واحد الفيديو. ونتمنى هنا الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. هاد الفطائر راهم كيجيو لذاد البنات، وكيجيو في مقرمشين كيف ما كتبركي عليها كتبيها كتخرشش وكنقدموهم على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كيجيونا على هاد الشكل هذا وكيجيونا زوينين. نقسم معكم واحد الوحده كيفاش كيجيو معلكين من الداخل ديك الحشوه. وكان الفيديو ديالنا غيتسالى في هاد الوقيته هادي. كنقول لكم البنات الى كنتو اول مره كتشوفوا القناه ابوناو معايا وتقطعوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتخليو ليا، وكنتمنىكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع العائله والاحباب الاصدقاء ديالكم، وتوصلوا لواحد العدد كبير من اللايكات ومن المشاهده. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.